الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي المغاربة في جميع بقاع العالم، صباحكم مبارك سعيد وتحية محبة وإجلال وتقدير كبير لكل المغاربة الأوفياء لتراب المملكة المغربية والغيورين على مصلحة الوطن العليا والمواطنين. نعم يا إخواني يا أخواتي المغاربة، كما أخبرتكم في الفيديوهات عبر قناتي المغربية الوطنية أنني قد تعرضت لعملية نصب كبيرة واستغلال إثر اعتقالي في الملف الذي حلت فيه بإهانة هيئة منظمة، وقد وقع أمر غريب جدا، حيث أن هنالك محامي كبير اسمه كان يدعي عبر قناة أنه محامي يدافع عني وأنه ينوب عني بصفة قانونية، إلا أنني تفاجأت بعد صدور نسخة الحكم الكتابية من محكمة الاستئناف أنه لا وجود للأستاذ في هذا الملف ولم يكن يدافع عني بالمضى. والدليل أيضا على كلامي ما جاء في الصفحة الثانية من الحكم على أنه قد تم إخلاء سبيلي بناء على رسالة الاستعطاف التي تقدمت بها إلى السيد نقيب المحامون الأستاذ مولاي سليمان العمراني وأنا رهن الاعتقال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله مولانا العظيم. والأدهى من ذلك أنني لم أخرج برسالة استعطاف من داخل السجن أستعطف فيها الشعب المغربي لكي يؤازرني أو يجمع لي أموال، حاشا لله تبارك وتعالى، لأنني شريفة أصيلة الحمد لله والشكر لله، وقد دافعت عن نفسي باستماتة ومثلت أمام الهيئة بدون محل. أليس هذا دليل قاطع على كذبهم وبهتانهم ونصبهم واحتيالهم باستخدامهم بعض القنوات التي تدعمهم؟ والضحايا للأسف الشديد هم الشعب المغربي العظيم. ومن هذا المنبر أدعو جميع المغاربة أن يستفيدوا من تجربة المغربية الوطنية وأن لا يضعوا ثقتهم في أي كان وكيفما كانت صفته، لأننا نعيش الآن في زمن السفهاء وزمن المستزقين الذين يكونون ثروات طائلة لا تناسب وضعهم الاجتماعي، وهم يمتصون دماء الشعب المغربي باسم القانون، فهذا عيب وعار. وأدعو كذلك إدارة السي عبد اللطيف الحموشي وإلى الشرفاء النزهاء بالمملكة المغربية أن يقفوا وقفة رجل واحد للتصدي لهؤلاء، وخصوصا أمثال هؤلاء القنوات الذين يستضيفون عبر قنواتهم محامون يدعون كذبا أمام الرأي العام ويكسبون ثقة المواطنين المغاربة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني أخواتي المغاربة